ابو سليمه قطعت من عبد الرحمن شيكا، اسلام محارب لو عمل في الشمال كانت خطيره جدا لكن حطها في اليمين خطيره وجوه جول جوه جول محمد حمدي زكي. يا على الكوره فيها شغل عالي قوي قوي قوي. ادي محمد حمدي زكي بيسجل تاني اهدافه هذا الموسم مع نادي طلائع الجيش في الدوري. السنه دي ما لعبش يعني مباريات كتير، لعب 10 مباريات فقط قبل هذا اللقاء، لكن محمد حمدي زكي يتقدم لنادي طلائع الجيش في الدقيقة 20 من اللقاء. ياه يا 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 دقيقة 20 يتقدم، بس اللعبة حلوة من البداية، كورة حلوة، ومحمد هاني هو اللي سند كورة روعة الروعة حقيقة، يعني يدين الفريق بالفضل لمحمد هاني اللي عمل الكرة بوش رجله للداخل كده، بوش رجله كده يعني قلب وش رجله عشان يلعب الكرة ديت للمتقدم من الخلف للأمام. الحقيقة محمد هاني كرة حلوة، ومحمد حمدي زكي واخد مكانه بشكل مميز جدا وبيجيب هدف جميل جدا يتقدم به فريق طلائع الجيش على الاتحاد السكندري. يا 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 في لعيب كان واقع، ده انذار لمحمد حمدي زكي طبعا لخلع التيشيرت. ساعات اللعيب هو بيبقى عارف ان هياخد انذار، انذار مجاني ببلاش كده من غير لا خشونه ولا خروج عن النص ولا اي شيء، لكن رغم ان اللعيب بيكون عارف، لكن اما بيكون لا مثلا نوعيه لعيب غايب عن التهديف فتره كبيره، لعيب غير موفق لفتره، فبيبقى جواه شحنه كبيره جدا، فيقوم اول ما يجيب الهدف يروح على تبص الكوره. يا 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 على السنتيمترات انه لعب الكرة للامام، بيقول له هتتراجع كرة، انا شايف خط احمر يعني معناها تسلل، بس هل هو هما الاثنين كانوا في مواجهة المرمى؟ شوف الكرة ديت اوفسايد، فعلا فعلا الخط الاحمر فعلا سنتيمترات كان متسلل فيه محمد حمدي زكي.